خلف هذه البزة العسكرية ثمة ما ينتظره من الحياة. هنا مشهد من قاعة لاختبارات الثانوية العامة في مدينة تعز. وإن كان المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، فالصورة تقول الكثير. الشاب عبد الرحمن عبد الجليل، واحد من مجندي اللواء 22 ميكا، أصيب 3 مرات في معارك وجبهات مختلفة، لكنها لم تمنعه من مواصلة مشواره التعليمي. أجتزت مراحل الدراسة وتخطيت كل الصعوبات حتى وصلت لاختبارات الثانوية العامة قسم علمي. فالعملية التعليمية في ظل الحرب وغياب الدولة في تعز حرب أخرى طويلة ولا تتوقف، حيث يمثل عبد الرحمن نموذجا للتمسك بحقه في التعليم. وقبل أن يصل إلى هنا، كيف سارت حياة الشاب الطموح خلال 3 سنوات؟ يقاتل الحوثيين وكتابه بجعبته، كما جعبته تتميز بذخائره وبقنابله وبأسلحته وبنفس الوقت بقلمه وبكتبه. انخرط الشاب العشريني في صفوف الجيش الوطني منذ وقت مبكر، ساهم في التصدي للميليشيات الانقلابية مع رفاقه. وعلى الرغم من كل ذلك، ظل الشاب المثابر مواظبا على مراجعة دروسه وتحضيرها أولا بأول، واليوم يؤدي امتحانات الثانوية العامة ليسجل موقفا آخر في مشواره التعليمي. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.